ما اصبح الدجاج داير 25 درهم، بعد ما كان الدجاج كيدير 240 260 15 درهم كاع. يعني المراه الا كانت تجي تشري طوير ديال الدجاج فيه كيلو ونص ب 600 ريال ولا 700، صبحت اليوم كتجي تاخذ نص فروج، او لا كتشري جنيوحات، او لا كتشري بيبي مقرد. يعني المواطن ديما زمان كنا كنقولوا كلوا 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 خضره وفرقوا اللحم، شي شويه كلوا اللحم وفرقوا الخضره، دابا ما تاكلوا والو. الدجاج راه ما نزلش، راه باقي في الثمن ديالو اللي 25 درهم اللي قاصح علينا شويه. واخويا هذا الغلاء ما عرفناش شنو هما الاسباب ديالو، الاسباب الحقيقيه ديال هذا الغلاء راه ما كاينش. والدجاج راه كاين بوفره، راه كاين دجاج بهادشي اللي تيبان لك بان الحوانت راه كاملهم فيهم الدجاج، ماشي الناس تجيب له، الناس راه خدامين. ايه هو الغلاء راه لك عباد الله شويه، واسباب الغلاء اخويا راه ما عرفناش هادشي شنو هو. ما كاين لا قبل لا والو، زاكي الوقت انت تشوف من السويقه كلشي تيبان لك. يعني يكون هي كاين بعدا شي اقبال ولا شي حاجه اللي تقول ان راه كاين الرواج كاين، صح ما كاين لا اقبال لا والو، لا ديال العراسات ولا ديال الحجاج اللي جاو من الحج. راه باينه، راه ملي تقول لبنادم واحد الثمن راه تيخليك وتزيد في حالته، اش بيجي هو كاع بهذاك الدجاج، ولا تيقول لك لا حول ولا قوه، تيولي تردك لهم انت بانك راه انت اللي زدتي عليه وانت اللي كذا. الرساله ديالنا المسؤولين راه يعاونوا الناس شويه ويشوفوا تكون مراقبه على هذا الشيء، راه المراقبه راه ما كايناش. يعني ملي تسمع الدجاج 4 درهم 5 درهم في النهار تيتزاد فيه راه بزاف. واخويا هذا الغلاء اللي كاين دابا راه اثر علينا هنا وعلى المستهلك وعلى جميع الناس، هذا الشيء راه بزاف. الناس تيجيو كيسولوا كيمشيو في حالهم. كنا كنحطوا شويه السلعه كثيره، دابا راه نقصنا النص بالنص، ما بقاش داك الطلب اللي كان. والمهم راه الدجاج راه خصو يديروا ليه حل، هادشي راه بزاف لا علينا وعلى على المستهلك. كلشي متاثر، انه فاش تيجي بنادم كيسول على الدجاج كيقع ب 25 درهم فروج ديال 2 كيلو بيطيح ليه ب 1000 ريال راه بزاف. الرساله ديالهم هو يديروا حل، راه الناس كتسول ما كديش الدجاج، راه المواطن والمسكين راه مهلوك. اش اللي عطى الله والو. كي كتعرفوا في هاد الفتره كاين واحد الارتفاع مهول ديال الدواجن، وذلك راجع لبعض العوامل واهمها هو عامل ديال الحراره. كي كنعرفوا كاين نفوق ديال واحد العدد كبير ديال الطيور الدجينه بسبب الموجات الحراره اللي عرفتها البلاد ديالنا. كاين بعض المدن اللي ما بقى فيهم كاع جاج بسبب الحراره، بحال المدن الرشيديه بعض المناطق. كاين البلايص اللي مشات فيهم 30%، هادو كلهم هذا كان عامل اساسي باش يكون هذا المشكله ديال الغلاء. اضيف الى ذلك كاين واحد المشكل اخر اللي هو كان واحد العطله موسميه ديال العيد الاضحى، ديال الاضحى كانت هذيك الفتره واحد الفتره وجيزه تقريبا قرابه اسبوع تقريبا، ما كانوش العمال في الضيعات، وكانوا بعض الضيعات ما عرفوش باش يدخلوا الفلوس. يعني هذا كان واحد السبب، ولكن العامل الاساسي هو اللي عامل ديال الحراره. كي كتعرفوا بانه الدجاج كتقضي عليه الحراره، وخصوصا حنا في فصل الصيف واحد درجه الحراره اللي كبيره وكبيره بزاف. كاين نفوق قلنا ديال الطيور الداجنه، الدجاج ما كياكلش، الدجاج كيشرب، فهمتيني؟ الدجاج تيولي رقيق، ملي تيكون الدجاج رقيق ما تولي يعني ما تكونش داك الطوناج، داك الطوناج ما تيبقاش. دونك هذا عامل. وكذلك كاين واحد الاشكاليه اخرى اللي هي حنا في هذه العطله الصيفيه كاين واحد اقبال كبير على المطاعم وعلى الفنادق وعلى الريستورات، هذا حتى هو كان واحد العامل كبير. اضيف الى ذلك كذلك ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، يعني كل شيء ولا متجه للدجاج. يعني هذو كانت اسباب ضروريه باش تخلي الدجاج يرتفع. اما بالنسبه للاعلاف وبالنسبه للمسائل الاخرى، يعني الحمد لله كاين الاكتفاء من ناحيه ديال الفلوس. يعني كانت تقريبا 9 المليون ديال الفلوس اللي كانت تقريبا الاعلاف يعني في المتناول. يعني الحمد لله كل شيء كاين، امور مقاده، ولكن هذا الموجه ديال الحراره كان سبب في هذا الاشكال هذا. ولكن كنتمنى ان شاء الله في هذه الفتره هذه اللي يبرد الحال واحد شويه، وان شاء الله يرجع الثمن واحد شويه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.